أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الفرق بين النفاق الاعتقادي وما تعريفه وبين النفاق العملي وما تعريفه؟ يا سبحان الله، كلام نراه أدراج الرياح. النفاق الاعتقادي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا النفاق الاعتقادي. النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، كحالة المنافقين الذين نزل فيهم القرآن توعدهم الله بأسد الوعيد. النفاق العملي هو أن يتصف المؤمن بصفة من صفات المنافقين. هو مؤمن، هو مؤمن ظاهرا وباطنا، لكن يصدر منه بعض صفات المنافقين. هذا النفاق الأصغر. نعم.